ربيع وتوفيق وطارق اتحدوا انفسهم واجتازوا الاكابيلا بنجاح وما استبعد اي واحد منهم. وبعد كده بدات التمارين الجديه على اغنيتهم مع الفرقه الموسيقيه ومع مدرب الصوت. ربيع شوي عم بيخترع، عم بيغير اللحن كليا. توفيق فيما مضى كان عم يعمل في الأغنية حليات وعرب غير، فاليوم عملها ناشفة بحيث إنه ما نسوى منه شيء. أنا إنسان بيرتجل على المسرح ولا مرة بغني مثل التاني.